السلام عليكم الخوت. اليوم الاربعاء 1 يناير، مباشره من سوق الاربعاء. غنحاولوا ان شاء الله نصوروا لكم الطيور اللي داخلين، العشاق الفراخ. نبداو مع خويا عزيز. السلام عليكم خويا عزيز، هاني بخير؟ كل شيء بخير، الله يحفظك اخويا. الله يبارك في ادريس، الله يحفظك. كي داير مع الولاعه هاني؟ الله يلاه بخير. اش بالك في السوق وباش تنصح الانسان؟ تدريجيا بدا كيعمر اخويا ادريس. السوق الاربعاء تبارك الله كاين. المهم كنحاولوا قد ما امكن يعني نشهروا السوق هذا باش يعني يجيو الموالي اللي عمرهم ما جاو. يعني راك عارف راه فين جرى، جا في حدا الكطريام شارع الجولان، راه قريب يعني. اي شارع الجولان راه معروف في سباته، اي واحد كيعرفو. بالنسبه للموقع ديالو بالضبط حدا القيصريه ديال سباته. وفيه جوطيه، فيه الخضره، فيه الفراخ، فيه كلشي. فيه كلشي اللي بغيت ولا. ذوب الطير تبارك الله، اللهم بارك. هذا راه فين تصورنا نهار الحد ديال الاخ عبد الله، راه واجد هيج كيفما كيقول اخويا دريس، بانه عطاو 1000 درهم ديال الخدمه. شحال عنده من عام هذا عبد الله؟ هضر مع مولاه، هضر مع مولاه. ثلاث سنين تبارك الله. الاخ رشيد راه هو معنا في السوق. كي جاك السوق اخويا رشيد؟ بدا المهم مروش شويه وداير بهاد الحيط هذا مامن، ما كاينش ماشي بحال كيما قلت. هنا وهنا كاين فين تعلق الفراخ، كاين الحال تبارك الله. خاصة الشاري شويه يجي ويعرفوا يعرف الصوت. تبارك الله، هضر عطاو 1000. غنخلي لكم النمره ديال خويا، خلنا النمره اللي بغاها الطير. 06 14 21 44 83. الله، وفيه حيط اخويا عزيز اللي بغى يعلق الطيور يتشمشوا. جوج حيوط اخويا، جوج حيوط هنا ورايا، اللي بغى يجيب الطيور يتشمشوا. يعني علق الطويره ديالك اخويا ادريس ومامن. وكنتمنى يعني جميع الموالي يجيو لهذا السوق هذا، على الاقل فهمتي يجيو يشمشوا الطويرات ديالهم. يجيو يشمشوا يدوروا، كاين بياس، كاين واللي خدام راه معذور اخويا، اللي خدام راه معذور. خدام راه معذور. تبارك الله. بارك الله، تبارك الله اخويا عبد الله. اخ عبد الله راه نتوما الخوت كاينين الطيور حتى هما راه مزوينين، يقول فيهم مولاه 180 درهم. يبغى شي حاجه مرحبا يصيفط ليها كومونتير، لوح لي النمره ديال الاخ مولاهم. بيروش، كاين الوطواط، كنارات. السلام عليكم. البيروش، العشاق البيروش. البيروش راه 40 درهم، كنار 100. قامات شق طلب فيه مولا 50 درهم، هذا قديم. طعام باو
هادو ديال واحد السيد ما شراهم. ما هو هذا النتوه ديالو؟ لا النتوه ديال الكنار. كنار ما حتى هو كيتجاوز مع الكنار. اه كيتجاوز النتوه ديالو راه درناه. هذا ود العش؟ لا لا عم باقي الشمس.